عاتبها ويلمع دمعها وغير الموضوع عن الغلطان دام السالفة توصل مدامعها. حقيقة حقيقة أنا في الغرفة دي أوكي اللي قاعد أصور فيها تزوجت أختي اللي كانت الخطوبة. الخطوبة ما أدري إذا عندك غير، لكن الخطوبة إحنا عندنا يجي العريس لبيت أهل العروس ويلبسها الخاتم، بعدين يروح العريس عاد هناك بيت يبي يسوي حفلة يبي ينام، لكن العروس في البيت يصير له حفلة. حلو بالخطوبة صاير الحفلة وأنا نايم هنا، أقسم بالله يا استغفر الله العظيم. لكن الله يهنيك أختي حبيبة قلبي، عاد هي اللي ربتني يعني. سكر الباب وقلع برا يلا. اقسم بالله انه هذا مره بطل عندي. شوف انا في عندي اخ الكبير اللي اذا كان قاصد اكبر واحد في العيله، لا صراحه لا اخوي الكبير